اليوم بالتزامن مع الاحتفال بعيد المرأة في بلادنا تونس، طبعا قاعدين نشوفوا في وقفة احتجاجية ينظم فيها الحزب الحر الدستوري أمام وزارة المرأة، وأهم الشعارات التي رفع عن إطلاق سراح رئيس الحزب عبد المنصور. احنا ما طالبين شيء كحزب دستوري وكأنصار الحزب الدستوري، طالبين كان العدل والمساواة لكل التونسيين فردا فردا، وليسنا في حاجة للتفرقة، لأن تونس تلمنا وتجمعنا الناس كليك، نحبوا العدل، نحبوا المستوى المساواة، ما عنا حتى أي مشكل مع حتى كدستوري حر. وكقايدة الأستاذ عبير موسي يشرفني أني كوني ننتمي لهذا الحزب وحزب الأباء والأجداد، وربي يفك أسرى ويجي يوم من الأيام ويبان الحق. اليوم فما شكون يقول لك باش نحكيو على زوز، معناتها زوز اراء، مشكون يقول لك انه عبير موسي هي في السجن في اطار تطبيق القانون، فما شكون يقول لك لا هي تم استهدافها، ومعناتها اللي قاعد صاير فقط من اجل ابعادها من السباق الرئاسي الشرعي. الحاله هذه تنجم يقيمها الداني والقاسي. بالنسبه للاستاذه عبير موسي، امراه قانون وتفقه في القانون واستاذه، ما نتصورش كونها امرأة باش تخالف القانون، ومتأكد حسب انتمائي وحسب معرفتي بها كونها أستاذة منضبطة تتصرف كان بالقانون. بقينا الأمور الأخرى متاع إداحة في السجن سينظر فيه القضاء، وأنا متأكد أن كون التاريخ مش يكتب ويجي نهار وتتكشف في الحالات الكليكة، فهمنا. وبالنسبة للأستاذة عبير موسي ثقتي فيها 1000%، لأنها امرأة قانون، لأنها إنسانة واضحة، ليس بالوعود وليس بأي موضوع من المواضيع اللي تصورها أنت في بالك. يهمنا كونه يحكمنا إنسان رجل قانون، احنا نبقى ولا نطلع دولة القانون والمؤسسات، وهذه الدولة الفضل يرجع للبورقيبة اللي أسس وحرر المرأة وخلى المرأة في المرتبة كيما هذه، الأستاذة أستاذة جميع أطياف المجتمع كونوا نفتقروا بالمرأة التونسية المستوى اللي وصلته. بقينا النمط التونسي والنمط البرجيبي يستحيل باش ينجم يغيروا أي سلطة وأي واحد. احنا نمنوا دولة القانون والمؤسسات، طبق القانون ومعنا حتى مشكل والعمل يخلص. اليوم كما نعرف انه عبير موسي كانت ضمن قائمه 114 شخصا ممن اعلنوا نيتهم للترشح للانتخابات الرئاسيه وقاموا بسحب استماره تزكيه الشعبيه، لكن النتيجه شفناها شو ما هذاك اساسي وسجله التاريخ بحروف من ذهب. نحب نقول حاجه اللي هي نعرفها ومتأكد منها، كونه لو دامت لك لما قالت إلى غيرك، والتداول السلمي على السلطة يفرضوا الشعب التونسي، لا تفرضوا هيئة عليا مستقلة للانتخابات، لا تفرضوا سلطة، لا تفرضوا حتى شيء. واللي يحب يوصل يشد يحكم تونس إذا كان ينتخبوا الشارع، احنا ما نكونوا كان أغلبية معاه، فهمني. بقينا أني نمن بحاجة كونه الأستاذة مظلومة 1000%. نجم نقول أنه بصفة نهائية ورسمية أنه عبير موسي خارج السباق الانتخابي، حتى ولو أنه ديجا ثم طعوم. نجم نقول لك بالنسبة للشيء هذاك يقرروا هيئة الدفاع،
اللي هي قاعدة تقوم بواجبها على أحسن ما يرام. وبالنسبة لي نحن كأنصار الحزب الدستوري الحر ما نمتثلوا حتى القرار، نمتثلوا للقيادة متاعنا وهي اللي باش تقرر شنو باش نعملوا بالضبط. بقينا لنا فوضويين، لنا أصحاب شغب، لنا أصحاب أي نوع من أنواع الخراب وللواحد. إن شاء الله يا ربي نتمناو إطلاق سراح عبير يا ربي وجميع المساجين ومريم يا ربي، هذه حرام راهو احنا في تونسنا وماناش احرار. اليوم مساندة عبير موسي كمرأة تونسية والا ايضا كرئيسة حزب، وانتم معناتها مساندة الزعيمة عبير كمرأة تونسية، هي اللي ضويتنا، هي اللي فتحت لنا عينينا، دخلتها هي فما حد ديزولي. اذا شفنا ايضا مساندة من جزء من النساء التونسيات لعبير موسي يساندوها ايضا عندما ترشحت مطلب الترشح نتاعها للانتخابات الرئاسية قبل الرفض الاول. والله انا راني مانيش كنتر، اما نحب بلادي ترتقي، قاعدين نوخروا بتيت بتي. وعبير موسي ما شاء الله انا تبعتها من اولها ما شاء الله، وما نحب نساند كان عبير موسي. شنو اللي يخليك تساند عبير موسي؟ خاطر كلامها كله صحيح، واستاذة متاع قانون بالمجد، هذه استاذة قانون يلزمنا نتبعوها. اذا حسب ما فهمنا من كلامك انه عبير موسي قاعدة تتعرض للمظلمة؟ قاعدة تتعرض للمظلمة وراه ظاهر واضح. احنا ما فهمتش علاش الناس هي مشيت لمكتب الضبط لو 3 وهم عاملين لو 2، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. قول صوتك. خلينا نسالوك كمرأة تونسية عموما، اليوم حال المرأة التونسية في تونس؟ لا، حالة المرأة المتثقفة الواعية كل حالتها حالة، خايفة على روحها وخايفة على أولادها وأولاد أولادها.